السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهارده عندي وصفه جديده، وصفه سهله جدا وبسيطه، تنفع عشاء او فطار او غدا. إيه يعني؟ فيها بروتينات جامده جدا وتحفه بجد. تعالوا يلا بقى نشوف الطريقه والمقادير بتاعنا. اول حاجه عندي نص كيلو بطاطس، انا سلقاها كويس وحطيت عليها معلقتين زبده، تكون الزبدة تكون اهم حاجة تكون سايحة. ههرس فيها كويس قوي، اهم حاجة تحط عليها معلقتين الزبدة عشان تديها طعم كده ونكهة حلوة. عندي هنا هحط 3 معالق لبن، وهرسها كويس، هكون ملمسها كده عامل زي الكريمي كده، هكون طعمها جميل قوي وجوسي كده، يعني هكون حلوة قوي هتعجبك. انا عن نفسي ممكن اكلها كده على فكرة. طبعا هحط عليها حبة ملح، انا مش بحب الحاجة مالحة، انا بحط يعني ايه حاجة كده بسيطة من الملح، وهحط حبة فلفل اسود برضو، يعني ما تجيش رشة كده بسيطة برضو. هقلبهم كويس قوي، شوفوا شكلها بقى كريمي والله بجد، وطعمها كده اساسا طعمها جميل جدا، حلو قوي قوي. يعني لو انا مش بعمل الوصفة بتاعتي اجيب عيش واقعد اكلها كده، لان انا بحبها قوي البطاطس دي. تاني حاجة جبت بيضتين، حطيت عليهم ملح برضو رشة بسيطة، مش تقيلة يعني، وحبة فلفل اسود، لو انت عندك فلفل ابيض يبقى افضل برضو بكتير، بس انا ما عنديش، عندي فلفل اسود. هقلبهم كويس قوي. دي المرحلة التانية، المرحلة الثالثة بقى. انا جبت عندي، انا طبعا رجيت البيضتين مع الفلفل والملح، عندي هنا طماطماية، عندي هنا فلفلاية الوان، فلفلاية صفرة برضو الوان، فلفلاية خضرة، ده يعني زيتون كده اللي هو اللي انت بتحطيه على البيتزا مثلا، اي زيتون عندك على فكره بيديله طعم حلو قوي. انا طبعا هحط المكونات دي كلها على البيض بتاعي، الفلفل الالوان كله. ايه عندي هنا برضه احط الطماطم، شوفي شكلها حلو قوي قوي، جميل قوي. وعندي هنا الزيتون هحطه برضه. هقلبهم بقى مع بعض كده كويس. هحط ملح، انا حطيت طبعا على البيض بتاعي ملح، بس انا ما تبلتش الخضره بتاعتي، فانا هحط شويه ملح ومش كتير عشان الزيتون بيبقى حادق. وعندي هنا رشه فلفل اسود، وهقلبهم كويس قوي قوي لحد ما يندمجوا مع بعض. عندي هنا هحط له ربع كوبايه لبن، هقلبهم كده ببعض. هحط بقى ربع كوب اللبن بتاعي، انا هحطه كله على فكرة، مش بس انا بس هدمجهم مع بعض، هخليهم يندمجوا مع بعض كده، وبعد كده هحط بقية اللبن بتاعي. الوصفة دي جميلة قوي وطعمها جميل جميل بجد. عندي هنا حطيت بقية كوباية اللبن بتاعي، بقية الربع كوباية اللبن، هي الوصفة دي بتعوز ربع كوباية لبن فقط لا غير، ما تزوديش عن كده. عايزه تزودي بقى لبن تزودي في البطاطس، ما تزوديش في الخلطه دي. وبكده انا خلصتها، هركنها على جنب واجيب صينيه مدهونه زيت ورشيت عليها بقسماط عشان البطاطس بتاعتي ما تلزقش، وطبعا هقلب البطاطس عليها كده بالشكل دوت. وهسويها بطول الصينيه بحيث ان هي تبقى متساويه،
هسويها طبعا بالمعلقة كويس قوي. طبعا طول ما انتي مبطنه الصينيه بتاعتك بالزيت والبقسماط، عمر ما البطاطس تلزق وانتي بتطلعي البطاطس، يعني الخرطه بتاعتك كده وانتي بتطلعها من الصينيه عمرها ما هتلزق، لان انتي دهنه الصينيه بتاعتك زيت ورشاها بالبقسماط. انا دلوقتي اهوت سويت البطاطس بتاعتي، شوفوا ملمسها ناعم جدا، عامله زي الكريمه كده بجد والله، وطعمها تحفة بجد كده، يعني من غير اي حاجة هي طعمها كده حلو. هحط بقى الخلطة بتاعتي كلها اللي انا عملتها، الفلفل والطماطم والزيتون والبيض واللبن، كل ده هحطه عليها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. مفيش حاجة، بصي مفيش اسهل من كده بكتير، تبقى عاملة زي وش بيتزا كده. لو انت عندك جبنة موتزاريلا ممكن تحطي، عندك جبنة شيدر حطي، بس انا مش، انا عندي وكل حاجة، بس انا مش حبيت ان انا احط، انا حبيت ان انا اكتفي بالخضار بس، بلون الخضار فوقيها بس مش اكتر، عشان يديني لون حلو كده. هدخلها بقى الفرن وارجع لكم تاني. ودي الصينية بتاعتي بعد ما طلعت، يا رب تعجبكم ويا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في فيديو جديد.